يا نهارك اسود يا عبد البديع، ايه السواد ده كله يا منال؟ في ايه؟ انت كده نصبت على الراجل بجد؟ نصبت على الراجل؟ انت هتعومي على عوم وتقولي الكلام الفارغ ده؟ يا ستي انا اللي متحمل قرف المركز كله، انا اللي شايل رواتب المدرسين والمساعدين ومتحمل قرف الطلبه لوحدي، شايل الهم كله لوحدي وهو نافض ايده خالص. ايه مش من حق اخد اجر تعبي؟ ما انت بتاخد النصيب الاكبر والراجل ما فتحش بقه بكلمه وساكت، دي اخرة ثقته فيك يا عبد البديع؟ خسئت. انا مش قادر افهم انت في صف مين؟ انت وياي ولا وياه؟ انا ويا الحق، انا ويا الحق يا اخوي. عيني عليك يا عم باجد، هيخرج من نقره يقع في ضحديره؟ انا يا منال ضحديره؟ النبي يا اخويا تسكت وتتوكس على مصيبتك، ما انتش مكسوف من نفسك؟ عايز تدخل الراجل السجن وهو في السن ده؟ النبي اسكتي اسكتي اسكتي، ليه؟ مش فاهمة حاجة. بقول لك ايه، اسكتي وعدي ليلتك والا وحي. والا ايه يا عبد البديع؟ قسما عظما يا منال هتعمل ايه؟ وريني كده هتعمل ايه؟ اقول لك قوم يا عبد البديع، قوم سيب القهوة دي وقوم، قوم خلينا ننظف مكان. اروح فين؟ قوم بقول لك. ماشي ماشي. الهم ده وسجاير وقرف. هيسجن الراجل. استغفر الله العظيم يا رب. ايوه يا استاذ حازم، اللي انا كنت خايف منه حصل. اعمل انا ايه دلوقتي في الورطه دي؟ ما اقلقش ازاي؟ برضك هتقولي كله في السليم كله في السليم كله في السليم، فين السليم؟ ايه بلاغ كايدي؟ شاي يا استاذ باهي. يا راجل ده انت لو بتعملها عشان معلش عندي ماشي. اللي اقول لي يا عرفان، انا ليه بنشتغل واحنا في السن ده؟ المفروض اللي في سننا يقعد يستمتع بالحياه باللي فاضل من عمره. نستمتع ده ايه؟ احنا لو بطلنا شغل هنعجز اكتر ما احنا معجزين، وهنموت واحنا لسه عايشين. حركة بركة يا بركة. حلو انت بتفلسف صح؟ بتفلسف قوي يا عرفان، انت النهارده اوفر.